الله على ذيك الأيام، مر حيس بق حلوة، ولكن كانت أيام حلوة والحياة فيها بسيطة جدا، وكل ما شفتك تطري علي سالفة بالبقالة وأنا صغير، كنا نشتريك وأنت في كيس ونشربك. الحين تغيرت، في كاس ومعك ثلج. حبيبي عبد الله وين فلوس؟ بعدين جيب بابا. ليت الزمن يرجع ورا أو أحلى ما. عبد الله الصلاة يا ولدي، الله الله في الصلاة، تبي الله يرزقك ويوفقك في الدنيا لازم تصلي يا ولدي زين؟ إن شاء الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب ويا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. شلونك؟ طيب كويس؟ كويس. انت مصطفى؟ انا مصطفى. كيف الحال؟ الحمد لله كويس. كله تمام؟ تمام. معلوم انا؟ اوه انت فتى صغيرة عبد الله. ايوه تفضل، هذه هدية انت. شكرا. الله يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا يا حبيبي. انا بديت من الصفر في حياتي، واصبر على ظروفي بحقق طموحات، أطمح وصول المجد وأشوف ذاتي ناجح، وعديت النجاح بمسافات، أطيع شيباني وصلي صلاتي، ولي في علاقاتي حدود وقناعات، وأقدم لدنياي ما أقول هاتي، والله أني قد كل الصعيبات، والحمد لله حقق الله مناتي، والله يعين اللي ما عنده نجاحات، تشابهت عنده حياته ومماتي، اللي ما حقق في حياته طموحات. نلتقي وفيما في خير لبلادنا وشعبنا. الحمد لله نحن في أمن واستقرار، وهذا ما يجعل رأس المال يعمل بحريته. آمنت بالله رب الكون سبحانه، رب خلقنا ما نخشى فيه لا يمنى، والله يعز الوطن في ظل سلمانه اللي صافح ركون العز باليمنى، والله يعز الوطن في ظل سلمانه اللي صافح ركون العز باليمنى، يقف على شانه وناقف على شانه، المجد رمناه مدري المجد رايمنا، يقف على شانه وناقف على شانه، المجد رمناه مدري المجد رايمنا، من حد حايل شمالي لين نجرانه، دونه ودون الوطن، دونه ودون الوطن ننطلع ما يمنا. الله يطول عمرك. من حد حايل شمالي لين نجرانه، دونه ودون الوطن، لا انت، دونه ودون الوطن تنطلع ما يمنى، في الجو نكسب نجومه في البحر دانه، ما تنثني من فضل ربي عزايمنا، وفي قمت المجد حطينا لنا خانه، ودعايم العز تخذ من دعايمنا، عدواننا في نهار قام شيطانه نسوقهم مثل ما سوقنا بهايمنا. وفي قمت المجد حطينا لنا خانه، ودعايم العز تؤخذ من دعايمنا، عدواننا في نهار قام شيطانه نسوقهم مثل ما سقنا بهايمنا، يوم الرديء في الشدايد يبلع لسانه، نقلط على الموت ما نخشى هزايمنا، ليعتلى كل فارس قبة حصانه، ينسى وش اسمه ولا ينسى ستايمنا، عدواننا والله ان سبت احسانه، ينسى وش اسمه ولا ينسى ستايمنا، وصديقنا يهتني لو ان الزمن خانه، مضام هالوقت لو الوقت ضايمنا، من بين الاوطان حنا خيره اوطانه، من بين الاوطان حنا خيره اوطانه، محمد سلعه ما بين يدينا سايمها، طير السعد في وطننا يجذب الحانه، والفضل اللي به نقوي عزايمنا، الفضل
لله رب الكون سبحانه رب ما نخشى فيه لا يمنع. الله يطول عمرك. طول عمرك. سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجنة التحكيم مساكم الله بالخير، أخواني المشاركين كذلك مساكم الله بالخير، أخواني وأخواتي المتابعين خلف الشاشات مساكم الله بالخير جميعا. معاكم أخوكم عبد الله بن جليغم العجمي. ما عليكم زود، ما عليكم زود، الله يطول عماركم. شاعر، ربما أني لم أختار الشعر، ربما الشعر هو اللي اختارني. الشعر، ما عليكم زود، الشعر موهبة من رب العالمين، وممكن اكتساب وممكن وراثة. الشعر ما هو حاجة صعبة أبدا، اللي درسناه واللي تعلمناه أن القصيدة كلام موزون مقفى قافية معينة، لكن الشعر من حسب وجهة نظري يختلف تماما. الشعر هو أن تأتي بما وراء الكلمات. طيب يا عبد الله بن جليغم، شلون نأتي بما وراء الكلمات؟ شلون نشيل كلمة نشوف اللي تحتها؟ فهمتوا؟ ما حد فهم. كيف نأتي بما وراء الكلمات يا عبقري؟ علمنا. كل كلمة تحمل خلفها الكثير من المعاني، كل كلمة تقولها ستحاسب عنها، وكل شيء يخرج منك ستحاسب عنه، فيها أشياء ستحاسب عنها. من ضمن الأشياء أو أهم الأشياء التي ستحاسب عنها اللي هي الكلمة. الكلام شيء لازم أنك تنتبه له، هذا أول حاجة. الشيء الثاني، الكلام قد يدخل الكافر إلى الإسلام، ينقله من كفره ويدخل الإسلام، قد يفرق بين الزوج وزوجته، قد يدمر أسرة، قد ينهي علاقة زوجية، قد يقطع علاقة أصحاب أو يجمع أحباب أو العكس. الكلام والكلام الكلام في الكلام يطول. نرجع معاكم، ما عليكم زود، نرجع معاكم أساتذة الكرام للتقرير عن عبد الله بن جليغم، التقرير المبسط. الله يطول عمركم، ما عليكم زود. عبد الله بن جليغم تعلم في، ما عليك زود، الله يرضى عليك. عبد الله بن جليغم تعلم في مدرستين. شلون يا عبد الله انت ما انت مثلنا يعني تدرس مدرسه في الصبح ومدرسه في الليل؟ لا، تعلمت التعليم التقليدي، ابتدائي متوسط ما بعد الثانوي، هندسه تقنيه شبكات حاسب الي، اللهم لك الحمد. المدرسه الثانيه هو شيء، المدرسه الثانيه الحياه. الحياة كثير منا تعلم من الحياة، وكثير منا ما تعلم من الحياة. في ناس اكتسبت أشياء من الحياة صقلتها الدنيا، وفي ناس لا، هو اللي صقل الدنيا، شكلها مثل ما يشكل الصلصال. وتعلمنا أشياء كثيرة من الدنيا. عبد الله توظف في حياته ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى كانت بألف ومئتين ريال، نعمة الحمد لله. شلون عبد الله بن جليغم توظف بألف ومئتين؟ نعم، بألف ومئتين نعم، ما راح تموت من الجوع أنت، بيشبعك عصير خبزة بتشبع، تشبع ما أنت ميت من الجوع. سبع شهور أو بالأصح ثمان شهور تخليت عن الوظيفة وطلعت. شو السبب يا عبد الله؟ ما شاء الله ما جاز لك الراتب إلا جايز لي، نعمة. أصيب والدي حفظه الله بمرض القلب، والحمد لله هو طيب الآن، الكلام هذا قبل 11 سنة، الله يطول عماركم. أصيب بمرض القلب، فطبقت كلام الله سبحانه في آخر الآية يقول وبالوالدين إحسانا، ضحيت بوظيفتي علشان والدي. والله لو تسوي لهم ما تسوي لهم، معليش كلمتين بطلع من النص شوي، لو تسوي لهم ما تسوي لهم. مرات تطلع منهم اوف ماني مودي، اوف ماني مسوي، اوف ماني بحاط. والله لو ان اخويك، لو ان عبد الله بن جليغم مدقن عليك ما تقول له اوف،
عشان ما يقول لك ليش تقول لي اوف؟ من انت؟ ابوك امك هم اللي صنعوا لك الحياه والمعيشه بعد الله سبحانه وتعالى. الله يطول في عمر الحي من جيبانكم ويرحم الميت. وهذه جاده مطيه كلنا بنسير عليها وبنروح. عوضني الله بوظيفه ثانيه. عوضني الله، شكرا استاذ. عوضني الله بوظيفه ثانيه. بس ها يوم عوضني الله فشلت في مسار الوظيفه الثانيه. في مسار ما مشيت عنه. ما ادري وش فيني. كل تفكير جهل. طلعت من المسار. بس وين طلعت؟ يوم طلعت من مسار الوظيفة رجعت المسار ثاني سيدة للأمام. وش حصلت؟ حصلت الأمل قدامي. ما ناداني الأمل، ما قال تعال. بحثت عنه، نبشت عنه ليل تمسكت فيه. تبني علاقة مع الأمل يا أخوي. شكرا. تبني علاقة مع الأمل، بصير صديقة يا أخوي. تمسكت في الأمل. طبعا الأمل ما يلتفت عليك، أنت اللي تمشي وراه وتتبعه. توظفت الوظيفة الثالثة اللي هي إلى الآن وأنا فيها الحمد لله. بيئة عمل جيدة، مرتب جيد. وظيفة كانت صعبة جدا في البدايات، ولكن اتصلت على الأمل كيف الحال وشلونك؟ قال لا استمر. قلت شكرا، بعد توفيق الله سبحانه. أهدافي في البرنامج في المسابقة اللي احنا فيها، هدفي الأول والأساسي المنافسة على المركز الأول. ليه ليه تعال تعال ليه شايف نفسك؟ لا ماني بشايف نفسي، لكن في صعوبة. أنا أشوف كثير من المشاركين مميزين مميزين جدا، فهي صعبة علي، ما هي بسهلة. بس أنا أنافس. طموح طموحي كبير، والكبير الله سبحانه. الله يطول عمرك. الآن 12 دقيقة، بنعطيك دقيقتين إضافية وبعدها لازم تنهي. شكرا شكرا. كسب كثير من الأمور الإيجابية في البرنامج بما في ذلك الانضباط في الحياة بشكل عام. أهم ركائز الانضباط في الحياة الصلاة اللي بندخل القرية. في البرنامج راح نضبط صلاتنا، راح نضبط صلاتنا. بس برا تلحق ثاني ركعة ثالث ركعة، تشاهد الأخير، تصلي في الجمعة ورا، مرات ما تصلي إلا في البيت. الشيء الثاني الاحتكاك بشكل مباشر مع المتسابقين، الاستفادة منهم والإفادة لهم والضيوف اللي حضرون من أساتذة ودكاترة وشيوخ وأكاديميين. أهدافي بعد البرنامج الالتحاق بدورات إعلامية، لأني أشوف إعلامي صغير فيني، أتمنى لي أكبره شوي. استمرار وخلق مساحة أكبر لإيصال رسائل للمجتمع، ويا عشان يكون سبب في نهضة المجتمع لو الشيء القليل. كلمة أخيرة وبيكم تسمعونها جميع، نصيحة راح أبدأ فيها على نفسي أولاً، لأن كل واحد لازم يبدأ بنفسه، يحاسب نفسه. نصيحة لي أولاً وثم للكل، انتبه من خطوات الفشل. ما هي خطوات الفشل؟ ثلاث: الكبر الكبر الكبر. الله. انتبه منها. أنت الآن في برنامج، أنت الآن في برنامج وراح تدخل وممكن راح تمشي لبيتك، وإذا دخلت ممكن تقعد شهر شهرين ثلاثة، يمكن ما تكمل شهر شهر ونص وتطلع. الناس يتابعونك من يوم تنام لين تصحى، ومن يوم تصحى لين تنام، وهم من يوم يصحون لقوك ولا دخلوا على اليوتيوب دوروك. انتهيت، أنت مشيت رحت، يسر الله أمرك ورحت. بعد ثلاثة شهور البرنامج انتقل إلى نسخة مميزة، الناس راح تبحث عنك في السوشيال ميديا، راح تزيد عدد المشاهدات عندك في تويتر في سناب في انستغرام. حاول انك تكون شخص يدخل عليهم السعادة ويدخل عليهم الفرح، ويكون سبب في دعمهم من الاستفادة من البرنامج ومن الأساتذة. آسف طولت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدري طولت عليكم بس والله عندي كلام كثير لكم. الله يرضى عليكم ويرحم والديكم جميعا، ما قصرتوا لا خلا ولا عدم. شكرا. بعدين عندي شغلة لو سمحت أبي أنبه عليها، أنتم بتشوفوني أتقدم وأتأخر، مساء إن شاء الله بالخير يمه، حي الله أم سعود، شلونش طيبة؟ تقول لي اسمع الغام دي تراه يقول لا تعطي الكاميرا ظهرك. يا يمه أنا بمشي قدرتي معي، حتى ناسي القلم حقي وماخذه حق فيصل بن شاعر. يا يمه أنا بمشي، انتبه ترى شو اسمه ليسر ذا تراه يقول لا تعطي الكاميرا ظهرك.
اقول مساها الله بالخير. الله يطول عمرك ويعطيك العافيه. يرحم والديك. مشكورين. الله يطول عمرك. لا ان شاء الله طريقك طريق النجاح ما دامك تسمع وصات الوالده ودايم قريب منها، وان شاء الله انها تدعي لك وطريقك وفالك التوفيق باذن الله. طول عمرك. طول عمرك. خلينا نبدا بالله مستعينين. اول شيء فيما يتعلق في الناحيه الزمنيه، كم تتوقع استغرقت دقيقه حتى الان؟ استغرقت شيء لي في خاطري. اهم شيء انك مرتاح. ترى الشاعر دمعته قريبه. اها لا تقول له عوينك بكى. لا اهم شيء انك مرتاح. مرتاح. كل اللي بخاطرك مرتاح. عسى عمرك يلا من فضلك. الله يرضى عليك ويرحم والديك. الله يعطيك العافيه. اخذت تقريبا 15 دقيقه. الناس دائما لا تجاوز الوقت. اللهم لك الحمد. ماني زعلان من شيء حتى لو فيها عواقب. والله اللي بيزعلوا الاعداد يبغون يضغطون الوقت يبغون نلتزم بس هم بيقدروني ان شاء الله باذن الله تعالى. الله يوفقك. بس انا مضطر انه انا عندي احد نقاط التقييم الوقت، فعدم الالتزام في الوقت انا متحسف اني اخصم عليها مع انه كنا مستمتعين بالكلام، ولكن عاد مضطر. اسف للمره الثانيه. لا لا ابد خذ راحتك. انا نبهت ولكن في الاخير انت صاحب القرار. والاعداد ادعي للاستاذ ماجد ادعي له. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء خليني ابدا بالتقرير الذي عرض. ودي انك تشوف انا ايش كاتب. كاتب تقرير وبعدين حرف راء بعدين الف 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 بعدين اللي هو رائع. فرائع جدا التقرير، التصوير، الاخراج، الصوتيات المصاحبه، ما شاء الله تبارك الله وفق فيه جدا. في جزئيه بيدك. خلينا نكمل بعدين. تفضل. فهذا فيما يتعلق في التقرير. ايضا من النقاط الرائعه التي وفقت فيها الجزاله الشعريه سواء في القصيده التي ختمت فيها التقرير او في القصيده الوطنيه التي القيتها. فهذه بعض امور النجاحات والشغلات المميزه التي لديك وما اكثرها. خلينا ننتقل لامور اخرى حاب اني اسال عنها. هي يعني ملاحظه مع سؤال ابغى اسمع منك. تفضل نبسط حقوقك. يقولون بعض الشعراء وليس كل الشعراء لديهم نرجسيه عاليه. شوفت نفس؟ انا اقول بعض الشعراء يقولون. فانت ذكرت في قصيدتك انا ناجح وتعديت النجاح بمسافات. سلام. ما شاء الله عليك ما تركت شيء. ما خليت لحد شيء الظاهر. طيب والوظائف اللي تركتها وطلعت من هذه وانحرف فيك المسار يمين وشمال وين راح الامل؟ ما غير تتصل عليه. ايه اتصل عليه ويرد علي. ما يرد عليكم يمكن. طيب بسالك عن بعض مؤشرات النرجسيه. هل تعلم كم مره ذكرت اسمك اثناء التقرير؟ ثلاث مرات. اول مره عبد الله بن جليغم العجمي، والثانيه عبد الله بن جليغم، والثالثه عبد الله. واذا قلت لك خمس مرات وبيننا تقرير في اليوتيوب تقدر تعدها. اذا قلت لي خمس مرات اقول نعم. اها ما خالف. طيب فهي زادت شويه وقال وعبد الله بن شط صار كذا. فانا قاعد اعطيك مؤشرات قد ينظر لها البعض انها نرجسيه. صحيح. وان شاء الله انك بعيد عنها. على راسي. ايضا هل ما ادري ايش الهدف من الموعظه التي اعطيتنا اياها عن اهميه الكلمه، ثم الموعظه التي اعطيتنا اياها ما خلف الكلمات، وثم اعطيتنا موعظه اخرى عن مدرسه الحياه وبعضهم يتعلم منها وبعضهم ما يتعلم وكذا. صحيح. ولو اني طلعت شوي عن النص حسب ما قلت انت بطلع عن النص. صحيح. اغلب كلامك طلع عن النص ما انت بواضح كذا. إيه؟ المهندسين معروفين واحد زائد واحد يساوي اثنين. جاك على طول اهدافي واحد اثنين ثلاثه اثناء البرنامج بعد البرنامج. فانت كل الحياه طلع عن النص، عشت حياتك الشعريه اكثر من المهندسين المخططين. نعم. المنظمين واحد اثنين. صحيح. ثلاثه. بقول لك شغله تراني قاعد اسال معجب فيما قدمت. لما بعدين يشبوا علي والله انت قصيت على عبد الله. والله العظيم والله. تفضل. مهما تقول انت والاستاذ سعيد والاخوان كلهم، انا قبل شوي بكون كذاب اذا انا قبل شوي اقول لكم المدرسه الحياه خلوني اتعلم. لا تبخل علي. عطني يا اخو علمني. هذا النفس الحلو اللي هي خلي الواحد يتعلم. درسني يا اخو. اقولها قدام الجمهور اللي يسمع عبد الله بن جليغم. درسني يا اخو. انا ممكن اتعلم من اخوي الصغير حاجه لما ارمي لي شغله ويقول لا ترى تعلمناها في المدرسه هذه حرام. اماطه الاذى عن الطريق صدقه. اقول نعم وانا كبير. يعطيك العافية. أختم بنقطة. تفضل. بس أنت قلت لي تشعبت في الكلام وكذا وكذا وخرجت عن النص شوي. مو بشوي واجد. واجد؟ أي الكلام في الكلام يطول. شكرا. طيب أخيرا فيما يتعلق أنا ما كنت أبغى أذكره بس أنت ذكرتها. سم. لغة الجسد وإني أتقدم وأرجع وكذا. كم مرة مسكت الشماغ؟ ما تدري طبعا أكيد. وأنا أيضا ما عندي. سابع مرة. اوه ما شاء الله عليك قاعد تحسب. انا ما حسبتها. صحيح والله سابع. بس لان تطيح. شوف لغه الجسد كانت عندك جيده تقول والله وانام تحط يدك كذا قاعد تتفاعل بشكل جيد. بس الشماغ مشغلك فراعيها الايام القادمه. ما ابي اقول وش اسم الشماغ بس انه يهزلك يطيح. نوعيته على القوه. ومشروع موفق ورائع والى الامام. عسى عمرك طويل.
شاعرنا جميل اخوي عبد الله. مرحبا مرحبا مليون. انا اسمح لي اخوي عبد الله يعني معنا. اطلق عليك حكيم القريه ان شاء الله. عسى عمرك طويل. على راسي على راسي طبعا. عسى عمرك طويل. طبعا والله ليست مجامله يعني انا طويل. اعجبني تاملك في الكلمات جدا. اعجبني اني تكلمت عن الامل وطريقتك في التعاطي مع الامل واتصالك فيه. اول مره اسمع هالطريقه فاعجبني جدا. ويوم قلت انه الامل ما يلتفت عليك انت لازم تلحق وراه فعلا. وهذا معنى فلسفي جميل فعلا واهنيك عليه. فاتمنى انك تعيش هذا الدور لان ترى الحكمة قليل في العالم واللي يستطيع يبث المبادئ الانسانيه والجمال في الكلمات. ايضا اعجبني عندما تتامل في الكلمات واستطرد فيها فهذا معنى فلسفي جميل. وهنيك عليه. تسلم. لا خلا ولا عاد. لغه الجسد عندك ترى عاليه. نظرة العين مع حركة اليد في بداية حديثك كانت جميلة وطاغية. دكتور يمدح يمدح انتظر ما بعدها. ما مدرسة توني أقولها أستاذ ماجد المدرسة علموني. أبد عيش جوك. ولا خلاص لا تنسى اتصل على الأمل ترى ينتظرك. قال حكيم. طيب أخوي عبد الله فعلا أنا أقول لك هي ليست مجاملة. لغة الجسد عندك عالية. الله يطول عمرك. كما ذكر أستاذنا ماجد في أنه عندك اللزمات في الشماغ وكذا فذلك حاول أنك تخلص منها. يا ليت انك يوم عندما تتحدث عن الامل تتحدث عن بعض المعاني الكلمات تركت المنصه بدات تتحرك وتشرح. هنا سيعطي لي الانطباع الكامل بتمكنك المسرحي في خلال تمثيل الادوار. فعلا كلام سليم. عندك رغبتك وامنيتك تكون اعلامي وانا اجدها موجوده. كاريزما المتحدث كاريزما الاعلامي المتميز موجود عندك. لا يخلو الإنسان من أي نقطة عيب. العيب الرئيسي جداً الموجود فيك الالتزام بالوقت. فبالتالي حاول تدرب نفسك أنك أنا عندي وقت محدد كإعلامي أنت ملتزم تماماً بالوقت. سيزعل منك المخرج المعد فريق الإنتاج إذا ما كان عندك الالتزام بالوقت. أنا ذكرتها الانضباط إن شاء الله بإذن الله. وهذا إن شاء الله متوقع منك. شكراً لك. أتمنى لك التوفيق. يعطيك العافية عبد الله. تفضل إلى التوقيع. طول عمرك. هذه رقم 9 بس خلني هذه. ايوه بعدك. الله يحييكم. سلمان اسلم. نعم. يعني هل هي مضره بالاداء المسرحي ولا تعتبر من اداء من الاداء؟ جميل. اللزمه اما ان تكون حركيه واما ان تكون لفظيه. سم. تفضل. هذا جاء قبل كذا هذا الموضوع؟ لا بس لانه هذه ضاعت. لا اختار واحد ثاني لانه جاء الواحد من الزملاء. يبدو انه تكرر وعادوه. سوف اجيبك بس خلينا حتى لا تنقطع مره ثانيه. بسم الله. لعبتك. نعم. صديقك. الامل. التفاؤل. التفاؤل جميل. ابد. ما شاء الله عليك. هذه دعوات الوالد الله يحفظها. الله يطول عمرك. 15 ثانيه او 30 ثانيه؟ لا الا 30 بس عاد دحين الوقت. الله الله بالوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم عن التفاؤل. التفاؤل شيء عظيم إما استخدمته في حياتك في كل ظروف حياتك ما راح تنجح. لو يجيك شيء سيء تفاؤل أنك راح تحله. إذا طحت في مشكلة تفاؤل بالخير أنك راح تحله. إذا جاك أي شيء تفاؤل وكون مؤمن بالله أن الله راح يعوضك خير. اضغط نكست واكتب معاه كلمتين كمان. نكست واحدة ثانية من غير فلاتر. بزين وجه. لا بدون فلاتر بعد إذنك حتى تكون موحدة للجميع. سم. طيب خلينا بس نستغل الوقت. اكتب ما شئت وبعدين اسمك. حط هذا يقول وينك دكتور. إيش؟ واحد يسأل يقول وينك. ما أشوف التلفزيون. طيب اكتب. عادي أحط نقطتين وانزل تحت. أي حط نقطتين. اكتب التفاؤل. اكتب اسمك. اكتب أي حاجة. سم. في هذه الأثناء سوف أتكلم بس إجابة على السؤال. يقول اللزمة هل فيها إشكالية؟ عندك اللزمة إما أن تكون لفظية بمعنى كلمة دائما تكررها أثناء حديث الإنسان ومثل ما قلت مثل ما قلت ولا ليه 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 أي كلمة يقعد يكررها دائما. أو لزمة لفظية تلقى أو اللزمة حركية يا يمسك قلم يا الشماغ كل شوي كذا يا يحك ولا يقعد يطق أصابعه كل ما تكلم كلمتين. طيب ما هو الحل؟ هل هي خطأ؟ المبالغ فيها وأن تصير زايدة مزعجة للمتلقي فتحاول انك تخفف منها انك تجعلها زيرو يعني مو شرط ولكن خفف منها حتى لا يقعد الواحد
خلاص طفش من كلامك. لا بعض الحين حتى ليس توتر، تلقى دكتور جامعي في الجامعة خلاص ما